المصنع والشركة ادي اتنين، الموزع ادي تلاتة. طب احنا عشان نوصل للجودة اللي احنا عايزينها وعشان نقدم للعميل المنتج بيكون منتج جيد جدا ويشبه احتياجاته ورغباته، بدل ما كل واحد مصلحته الشخصية ويشتغل لوحده، تعالوا نتكاتف مع بعض. اللي ساعد على وجود الفكرة دي ايه بقى؟ تعالى نقرأ كده بالراحة المقدمة بتاعتنا. في ظاهرتين على مستوى العالم ظهروا. أول ظاهرة عندنا اللي هي ظاهرة التكامل والتحالفات والتكتلات السياسية والاقتصادية والصناعية. في بعض الدول يا جماعة بدأت تتحالف مع بعضها، زي الاتحاد الأوروبي. سواء التحالف ده أو التكامل ده سياسي أو اقتصادي أو صناعي، نسمع زمان عن حاجة اسمها الدول الكومنولث، مجموعة كده من الدول عملوا تحالف مع بعض. الاتحاد الاسيوي عمل تحالف مع بعض، الاوروبي عمل تحالف مع بعض. ففي فكر جديد ظهر على مستوى العالم هو التحالفات والايه؟ والتكاملات. ادي اول ظاهره. ثاني ظاهره ثوره تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الفتره الاخيره حصل ثوره في عالم التكنولوجيا. بقينا دلوقتي لو عايزين نعرف أي معلومة عن أي بلد، عن أي منتج، عن أي شركة، عن أي حاجة، بنخش على الإنترنت، نعمل سيرش على جوجل، ناخد المعلومة اللي إحنا إيه عايزينها. فما بقتش دلوقتي المعلومة بتستخبى، لا، المعلومة موجودة عند كل الناس. من الظاهرتين دول بقى نشأت فكرة سلسلة التوريد. قال لك بالراحة، هي مش في دول بتعمل تكاملات وتحالفات؟ اه. طب ما نيجي احنا الثلاث شركات اللي بنقول عليهم دول، اللي هو المورد والمصنع والموزع، نتكامل مع بعض ونكون مع بعض سلسلة، بداية من عند مصدر التوريد وحتى توصيل المنتج النهائي للعميل. قال والله فكرة حلوة. طيب ونستفيد من ثورة تكنولوجيا المعلومات دي. كل واحد لما كان منفصل كان بيخبي المعلومات. ليه؟ لأن المعلومة كانت زمان سر حربي، أنا مش هينفع أطلع المعلومات لعندي. بما إن المعلومات دلوقتي منتشرة، طب ما نيجي إحنا التلاتة وإحنا بنكون السلسلة دي ندي المعلومات لبعض. الموزع لو عنده معلومة عن احتياجات العميل يبلغها لي أنا كمصنع، والمورد لو عنده برضه معلومة عن منتج جيد أو عن مادة خام جيدة يوديها لي أنا كمصنع، ونبدأ نوزع المعلومات ما بيننا وما بين بعض. فنتيجة للظاهرتين السابقتين اللي هو التكامل والتحالف وثورة تكنولوجيا المعلومات، بدأت تظهر بعض الأسس الإدارية وبعض الأفكار الإدارية اتغيرت وبقت ليها افكار جديده. نتيجه للظاهرتين دول ايه اللي حصل؟ حصل تغيير في علاقه المنتج بالعملاء وعلاقته بالموردين. تاني، ما هو انا عندي خطوه كمنتج قبليه اسمه المورد، وعندي خطوه بعديه بوديها له اللي هو العميل. طيب العلاقه ما بين الاطراف دي اتغيرت، طب هل اتغيرت للأفضل ولا للأسوأ؟ لا طبعا للأفضل. وبدأ يبقى في تعاون وتنسيق بين كل من المنتج والعملاء وبين المنتج والموردين. ومن هنا بدأنا نفكر في العالم كله إن احنا ننشئ حاجة اسمها سلسلة التوريد. يبقى إذن سلسلة التوريد بمنتهى البساطة هي عبارة عن تكامل وتحالف مجموعة من الشركات المنفصلة، اللي هو الموردين والمنتجين والموزعين اللي هم العملاء يعتبروا بالنسبة لي. طيب التعاون اللي ما بيننا ده والتنسيق اللي ما بيننا كأطراف السلسلة أدى إلى إيه؟ أدى إلى إن إحنا لازم مع بعضينا نتبادل المعلومات بشكل إلكتروني.
يعني اي واحد مننا عنده معلومة ما يخبهاش عن التاني، خلاص احنا بقينا هدفنا واحد، بقينا اكننا شركة واحدة، بقينا ناس متكاملين مع بعض، فبالتالي كل واحد فينا عنده معلومة ما يخبهاش عن التاني. فهنا ظهر تعاون وتنسيق، صورة التعاون والتنسيق ده أدى إلى تبادل المعلومات بشكل إلكتروني بين الشركة المنتجة والعملاء والموردين. ما بقتش المعلومات دي خاصة سبيشال، لا، أنا أي عضو من أعضاء سلسلة التوريد عن طريق شبكة ما بيننا إحنا الثلاثة يقدر يتواصل ويقدر إن هو ياخد الإيه؟ المعلومة. لدرجة إن المخزون بتاعي أو المخزن بتاعي كشركة ممكن المورد دلوقتي ينزل هو اللي يبقى مسؤول عنه. خلاص يعني، ما هو المورد واحد يقول لي طب هو المورد ماله مال المخزن؟ ده المخزن ده بتاع شركتي، ما احنا خلاص بقينا شخص ايه؟ شخص واحد. وظهر او تغير مفهوم تاني اخير اللي هو مفهوم الجودة. مفهوم الجودة يا فندم دلوقتي، كنا زمان لما اجي اسالك يعني ايه جودة؟ تقول لي معناها ان انت تقدم لي منتج جيد. اقول لك لا، ده المفهوم ده دلوقتي اتغير. اصبح بقى فيه حاجة اسمها الجودة الشاملة. الجودة الشاملة دي بتشير إلى إن كل خطوة من خطوات إنتاج المنتج حتى وصوله للعميل لازم يكون فيها جودة. تعال نمسكها واحدة واحدة. أول خطوة عندي المورد، لازم يديني مادة خام جيدة وبكمية جيدة وفي وقت مناسب وبسعر مناسب علشان أقدر أشتغل وأعمل الحاجة اللي أنا إيه عايزها. الخطوة الثانية، لما المادة الخام تجي لي في المصنع لازم الناس اللي شغالة والموظفين اللي شغالين يبدأوا يشتغلوا بالمادة الخام ويطلعوا لي منتج جيد تم صنع. بعد كده لما نروح للموزع، لازم الموزع ده يا فندم يتعامل مع العميل بشكل إيجابي. كل دي خطوات لازم تتميز بالجودة، عشان كده بنقول عليها الجودة الشاملة. كل خطوة من خطوات سلسلة التوريد لازم يكون فيها جودة. عشان كده بيقول لك انتشار مفهوم الجودة الشاملة الذي أكد على ضرورة التكامل والتنسيق بين أعضاء سلسلة التوريد. يعني ما ينفعش أنا كمورد أدي لك مادة خام وأنت في المصنع تبوظها، ما تعرفش تستخدمها. فين الجودة اللي هنا؟ ما فيش جودة. لازم كل الأطراف يا فندم، لازم كل الأطراف يكون عندهم جودة. فهنا بيقول لك حيث الاهتمام بالعملاء سواء داخليين اللي هم العاملين وخارجين اللي هم العملاء، وأيضا الموردين والملاك وأصحاب المصالح، لازم كل طرف معايا أهتم بيه. نقدر نلخص كل الكلام ده، أنا ما بحبش أحفظ، أنا بحب أفهم الموضوع من أوله، ودي مقدمة. بداية كده لو أنا عايز أذاكر الحتة دي أقول إيه؟ نشرحها تاني. رقم واحد، أقول لنفسي كده وأنا بذاكر إن المنتج علشان يطلع للعميل بيمر على 3 خطوات. أول خطوة المورد، تاني خطوة المصنع أو الشركة، تالت خطوة أطلعها للموزع علشان يديها للعميل. ظهر مفهومين على مستوى العالم اللي هما التكامل وثورة تكنولوجيا المعلومات. نتيجة للمفهومين دول بدأ يبقى فيه فكر جديد خلى الـ3 منظمات المنفصلين دول يتكاملوا مع بعض ويكونوا ما يعرف بسلسلة التوريد. أدي واحد عمل إيه تاني؟ خلى إن في تبادل معلومات بشكل إلكتروني، بشكل إلكتروني ما بين كل أعضاء سلسلة التوريد. وما بقاش فيه معلومات خاصة، بقت كل الناس تعرف المعلومات داخل أعضاء سلسلة التوريد. طب إيه تالت؟ ظهر مفهوم الجودة الإيه؟ الشمل. آدي المقدمة بمنتهى البساطة. نسأل سؤال، هل حد من اللي معايا عايز نعيد له حاجة في المقدمة دي أو المفهوم بتاع سلسلة التوريد بدأ يوصل لحضرتك؟ ماشي أستاذ أماني، أستاذ محمد،
استاذ محمد كمال، بقيه الناس دي كلها اللي قاعده معايا من الاول. استاذ اروى، هل في حاجه مش مفهومه اعيدها تاني ولا نكمل؟ تمام يا دكتور، كمل. انتوا شكلكم بتاكلوا كنافه وسايبيني. يعني معايا. طيب النقطة الثانية اللي عندنا، ايه هو مفهوم سلسلة التوريد بعد الحكاية اللي احنا حكيناها دي؟ اكتر من تعريف لسلسلة التوريد. التعريف الاولاني هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن وجود تكامل بين العمليات الأساسية، همشيها واحدة واحدة عشان تفهم. وجود تكامل بين العمليات الأساسية. فواحد يرد عليا، هي إيه العمليات الأساسية؟ هروح أنا أردد عليك أقول لك أنا عندي المورد بيجيب لي المادة الخام، عندي المصنع بيحول المادة الخام لمنتج تم الصنع، وكمان عندي إن أنا أطلعها للعميل أو للموزع. لازم العمليات الأساسية دي يكون فيها تكامل. ادي بمفهوم سلسلة التوريد، تعال نقراها بقى تاني. يبقى هي عبارة عن وجود تكامل بين العمليات الأساسية اللي بتتم منذ تدفق الموارد اللي هي المواد الخام من عند المورد الرئيسي حتى وصول المنتج النهائي للمستهلك. ادي التعريف. طيب في تعريف تاني، في تعريف تاني، ايه هو؟ وهتلاقيه برضو بيدور حوالين نفس الفكرة. التعريف بيقول لك ايه؟ هي حلقة الوصل للموارد والعمليات. الموارد اللي هي المادة الخام اللي هو المورد، العمليات اللي هو المصنع او الشركة. لازم نعمل حلقة وصل ما بين الاتنين دول. طيب يبقى حلقة الوصل دي بتبتدي من عند مين؟ المفروض انت اللي ترد عليا، هتقول لي بتبتدي من عند المورد اللي هو مصدر المواد الخام، وتمر على المصنع اللي هي الشركة حتى تصل المنتجات التامة إلى العميل النهائي. يبقى إذا بمنتهى البساطة، أي تعريف يجيلي في الامتحان مفهومه بيقول لي ان في تكامل او ربط او وصل ما بين اطراف بدايتها من عند تدفق المادة الخام المورد حتى نصل للمستهلك النهائي او العميل النهائي، هي دي سلسلة التوريد. معلش انا ممكن اكون بطيء في الاول شوية لان هو ده الاساس اللي هنبني عليه المادة كلها. للمرة الاخيرة، سلسلة التوريد سلسلة بتتكون من 3 منظمات منفصلة. أول شركة أو أول منظمة المورد، تاني شركة المنظمة أو المصنع، تالت شركة أو تالت طرف عندي الموزع عشان يدي للعميل. ما هو الموزع بالنسبة لي عميل. التلاتة دول لازم يتكاملوا مع بعض. لو تم التكامل أو الربط ما بينهم أو عملت حلقة وصل ما بينهم، هي دي فكرة سلسلة التوريد بمنتهى البساطة. طيب عايزين نزود كلمة إدارة على سلسلة التوريد. بقى عندي مفهوم اسمه مفهوم سلسلة التوريد، وبقى عندي مفهوم تاني اسمه إدارة سلسلة التوريد. طبعا انتوا في الترم الثامن إدارة. أول أي لفظ في الدنيا لما بوصل عليه كلمة أو بزود عليه كلمة إدارة، أفتكر الـ4 وظائف الأساسيين اللي هم تخطيط، تنظيم، توجيه، رقاب. فلما نيجي نبص على التعريف بتاع إدارة سلسلة التوريد، بيقول لك إحنا بقى عايزين نعمل إدارة كاملة تربط الأطراف الثلاثة دي ببعض علشان نعمل تكامل ما بين الأنشطة اللي بتشكل سلسلة التوريد. هرجع أقولها 20 مرة عشان تحفظها. هي إيه سلسلة التوريد دي وإيه الأنشطة اللي في سلسلة التوريد؟ نشاط التوريد، مادة الخام، نشاط التصنيع، الشركة أو المصنع،
نشاط التوزيع اللي هو الموزع عشان يديها للعميل النهائي. لازم نتكامل، ولو تكاملنا صح ده هيخلينا نحقق ميزة تنافسية من خلال الربط اللي احنا عملناه. وخلي بالك هقول لك كلمة هتفتكرها في آخر المادة وفي الامتحان. دلوقتي المنافسة ما بقتش شركة وشركة، بقت المنافسة ما بين سلسلة توريد وسلسلة توريد. يعني من يمتلك سلسلة توريد قوية ده بيتمتع بميزة تنافسية عالية جدا 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 جدا. طيب ايه هي اسباب ظهور سلسلة التوريد؟ ايه الحاجات اللي خلت سلسلة التوريد موجودة؟ نرجع نعيد الكلام تاني بقى من المعلومات اللي خدناها. اول حاجة ثورة المعلومات، وانا جيت قلت لك من شوية اهو ان في ظاهرتين، احدهما كانت ثورة تكنولوجيا المعلومات. ثورة المعلومات دي كانت سبب رئيسي لان هم يطلعوا فكرة جديدة اسمها سلسلة التوريد. هنا بيقول لك ايه، وركز في اللون الاحمر او العبارة اللي باللون الاحمر دي مهمة قوي. السمة المشتركة التي تميز سلاسل التوريد اليوم هي استبدال المخزون بالمعلومة، وده سؤال بيكرر في 90% من الامتحانات وهشرحه لك حتة حتة. زمان ما كانش عندنا معلومة احنا هنبيع قد ايه، ما نعرفش احنا هيجي يشتري مننا قد ايه، الطلب على المنتج بتاعنا قد ايه، فبنضطر ان احنا نعمل حاجه اسمها مخزن وننتج كميات بزياده ونحط في المخزن، ولما يطلب السوق نبدا نطلع من المخزن. ركز بقى في الكلمه دي، المخزون ده تكلفه عاليه جدا 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 جدا، وفي نفس الوقت لا قدر الله لو المخزون ده حصل له اي حاجه بيتحول لخساره، خاصه لو كانت المواد دي معرضه للتلف ولا للسرقه ولا ان هي تتحرق او يحصل لها اي حاجه. فانا المخزون، كلمه اداره المخزون ده شكل صعب. طب ما ايه رايكم، ما احنا دلوقتي عندنا ثوره معلومات وبدانا نعمل عمليه تبادل معلومات بشكل الكتروني، ايه راي حضراتكم ان احنا نتبادل المعلومات ونحاول نلغي المخزون واحده واحده؟ فواحد يقول لي ليه؟ طب نلغيه ازاي؟ هقول لك. لو جات لي معلومه من الموزع ان الطلب على المنتج بتاعي الشهر ده هيكون 1000 وحده، يعني انا هبيع 1000 وحده للعملاء، هل انا هنا انتج 1000 ولا انتج 5000 واحط في المخزن؟ ايه اللي هيخليني انتج ال 5000؟ وايه اللي هيخليني يبقى عندي مخزن اصلا؟ ما هو انا جات لي معلومه اكيده بتقول لي ان انت هتبيع ان شاء الله وفي طلب على سلعتك حوالي 1000 وحده، يبقى انا على طول لما اجي انتج مش هنتج غير الايه، غير ال 1000 وحده، ويبقى انا وفرت عليا تكلفه التخزين وتكلفه اداره المخزون والكلام ده كله. واول دوله عشان تبقوا عارفين عملت الموضوع ده هي اليابان، وصلت لحاجه اسمها زيرو انفنتوري جاست ان تايم، يعني انتج اول ما العميل يطلب والغي المخزون خالص. فهنا بيقول لك السمة المشتركة اللي بتخلي سلسلة التوريد بتتميز عن غيرها من الادارات ان هم بيحاولوا يستبدلوا المخزون بالمعلومة الدقيقة. خلي بالك بقى مش اي معلومة، بيقول لك ايه، بشرط ان المعلومه دي تتميز بالدقه والحداثه، يعني لازم يتعمل لها ابديت كل شويه. ليه؟ لان اداره المخزون اصبحت اصعب جزء في اداره عمليات الشركه كلها بسبب الطبيعه الديناميكيه والمتغيره اللي احنا بنتعامل معاها في البيئه في الوقت الحالي. يبقى تاني، ما هي أسباب ظهور سلسلة التوريد؟ أول سبب عند حضراتكم اللي بتميز سلاسل التوريد في الوقت الحالي هي إن أنا أستبدل المخزون بالمعلومة.
ولازم المعلومة تكون دقيقة وحديثة، لأن إدارة المخزون يعتبر من أصعب إدارة عمليات الشركة، لأنه فعلا تكلفته عالية جدا 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 جدا. طيب نكمل، بيقول لك إيه بقى؟ إن مفتاح نجاح معظم المنظمات دلوقتي بيكون من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات، كما تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مهمة استراتيجية في إدارة سلسلة التوريد. يبقى هنا أول سبب عندي هو ثورة المعلومة، ده أدى إلى ظهور سلسلة التوريد. طيب السبب الثاني بقى اللي أدى إلى ظهور سلسلة التوريد حاجة اسمها العولمة وزيادة حتة المنافسة. المنافسة دلوقتي بقت شديدة جدا 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 جدا، وانا عشان انافس لازم يكون في ظهري مورد قوي وفي ظهري موزع قوي، فاذا لازم اشكل سلسله توريد قويه بتاعتي، موزع 10 على 10 ومورد 10 على 10 عشان اقدر انافس في السوق، لان في تغير سريع بيحصل في الاسواق، في التكنولوجيا وفي المنتجات وفي اسواق العملاء. كل ده ادى الى حتميه او سبب رئيسي لوجود حاجه اسمها سلسله التوريد. ثالث حاجه او ثالث سبب التعاون وتبادل المعلومات بين شركاء سلسله التوريد. تبادل المعلومات هقول لكم كلمه من دلوقتي، كلمة من دلوقتي إن شاء الله، يعني 100% جاي في الامتحان، 100%، ومش سؤال واحد بيبقى أكتر من سؤال، لأن مفهوم تبادل المعلومات ده الاعتماد الرئيسي عليه في المنهج وموجود في أكتر من واحد. أدي أول جزئية، بيقول لك إن تبادل المعلومات ما بين أعضاء سلسلة التوريد يعتبر قلب التعاون في سلسلة التوريد. ليه شبهه بالقلب؟ قال لك لأن البني آدم لو قلبه وقف مات، فسلسلة التوريد لو قلبها مات خلاص انتهت، قلبها وقف انتهت. طب هو ايه قلبها ده يا فندم؟ هو تبادل المعلومات. يعني من الاخر لو مفيش تبادل معلومات يتم بشكل جيد داخل سلسلة التوريد، انا اسف في اللفظ، يبقى ملهاش لازمة، هتفشل. طيب يقصد بتبادل المعلومات تدفق المعلومات ذات الجودة المرتفعة، انتقال المعلومات ذات الجودة المرتفعة بين شركاء سلسلة التوريد للمرة ال20. مين هم شركاء سلسلة التوريد؟ الطرف الأول اللي هو المورد، الطرف الثاني اللي هو المصنع، الطرف الثالث اللي هو الموزع والعميل. لازم يكون في ثقة ما بينهم متبادلة، ونتبادل مع بعض المعلومات الجيدة، ونخلي العلاقات ما بيننا كويسة. ماشي، الحتة اللي جاية دي أقسم بالله في كل امتحانات سلسلة التوريد، مستوى وجودة المعلومات. عندي كلمتين هم مستوى المعلومات، جودة المعلومات، الحاجتين دول بيعتبروا المحددين الرئيسيين للقدرة على اكتساب المعرفة. امتى يبقى عندي معرفة بشكل جيد؟ لما بيكون او بيتوفر حاجتين، رقم واحد قدام حضرتك اهي، ورقم اتنين مستوى تبادل المعلومات وجودة تبادل المعلومات في كل امتحانات سلسلة التوريد. مستوى تبادل المعلومات بيقول لك ايه؟ هي عبارة عن المدى الذي يتم من خلاله تبادل المعلومات الهامة والخاصة بكل شريك مع غيره من شركاء سلسلة التوريد. هو عايز يقول لك في مستوى تبادل المعلومات، هل كل المعلومات يا فندم بيتم تبادلها في سلسلة التوريد ولا في معلومات بتستخبى؟ كل ما يكون في ثقة ما بيننا ما بين أعضاء سلسلة التوريد وبيتم تبادل المعلومات كلها بشكل جيد، كلها مش جزء منها
يبقى مستوى تبادل المعلومات عندنا عالي جدا جدا جدا، وبالتالي الشغل بيكون افضل. يبقى هنا لما اجي اقول مثلا انا وحضراتكم نتبادل معلومات، فتردوا عليا تقولوا لي يا دكتور كل المعلومات ولا في معلومات سريه انت ما بتقولها لناش؟ لما اقول لكم كل المعلومات يبقى احنا بنتكلم على حاجه اسمها مستوى تبادل المعلومات، المدى اللي بيتم من خلاله تبادل المعلومات الهامه والخاصه، هل كل المعلومات ولا لا؟ ادي اول جزئيه. الجزئيه الثانيه جوده تبادل المعلومات، والجوده تشير الى الدقه. لازم المعلومات اللي بيتم تبادلها تكون كامله وكافيه ونقدر نعتمد عليها في الوقت المناسب. المصداقيه، الدقه، المعلومات ما تدينيش معلومات ناقصه. يبقى اذا المعرفه لما تكون عندنا احنا الثلاثه كاعضاء سلسله التوريد عاليه، عندنا محددين رئيسيين عشان نكتسبها. اول محدد عندي اللي هو مستوى تبادل المعلومات، اللي هو المدى الذي يتم من خلاله تبادل المعلومات الهامه والخاصه بين اعضاء سلسله التوريد. تاني محدد اللي هو جودة تبادل المعلومات، الدقة، المعلومات تكون كاملة وكافية وأقدر أعتمد عليها وأبدأ أقدم المعلومات دي في الوقت المناسب. العنوان اللي بعد كده عنوان رئيسي، إيه هي خطوات إدارة سلسلة التوريد؟ خلي بالكوا اللينك هيبقى فاضل فيه حوالي 3 دقايق، لو فصل هنخش كلنا على نفس اللينك نكمل الجزئية دي وندردش مع بعض شوية. ايه هي خطوات سلسلة التوريد؟ انا هخبي كده العنوان ده، حتى شاطر من الناس اللي قاعدة معايا من خلال الشرح اللي انا قلته يقول لي ممكن خطوات سلسلة التوريد ايه هي؟ يا جماعة سيبوا الكنافة وخليكم معايا. طيب أسأل أنا، أستاذة أماني، أيوة مع حضرتك يا دكتور. ممكن تقولي لي إيه هي اللي ممكن تكون الخطوات؟ عندي كام خطوة لسلسلة التوريد طيب؟ فكري كده. ثلاثة صح، ادي اول معلومه. طب تقدري تقولي لي ايه هما الثلاثه؟ مش عارفة، أنا تهت في النص بصراحة يعني. طيب ماشي. ها حد تاني غير استاذه اماني؟ دعاء، ايه يا دكتور، صباح الخير يا دعاء. تقدري تقولي لي خطوات صباح سلسله، النور مع حضرتك. طيب تقدري تقولي لي خطوات سلسله التوريد؟ هو المورد واحد، والمنتج اثنين، واللي هو المشتري النهائي أو المستهلك. حلو. بصوا هي دعاء فكرت صح، خلي بالك. فكرت في ايه يا فندم؟ فكرت وقالت الراجل ده عمال يرغي من اول الحصه على ان انا عندي ثلاث اطراف. الطرف الاولاني المورد وبيطلع ماده خام يديها مين؟ يديها للمصنع. والطرف الثاني المصنع بينتج ويطلع للموزع، والطرف الثالث يدي للعميل. كلامكم مليون في المية، 10 10، والتفكير صح. بص كده تعالى، الخطوة الأولانية عندي عمو مصطفى، التوريد من المصادر العليا في مصادر التوريد اللي هو المنبع. منبع الشغل بتاعنا هو المورد. يبقى أول خطوة عندي التوريد، والتوريد معلش دي أنا آسفة يا دكتور، ممكن بس تقول اللي حضرتك قلته بعد ما أنا جاوبت عشان حاضر التليفون راح؟ معلش حاضر. أنا آسفة. طيب اللينك هيبقى قال لي قدامه اقل من دقيقه ويفصل، لو فصل انا باكد عليك ونخش عشان نكمل الحته دي. تمام ماشي. اول خطوه عندنا اللي هو التوريد من المصادر العليا في مصادر التوريد اللي هو المنبع، يعني ان انا اروح للمورد وابدا اجيب منه الماده الخام. ادي اول خطوه، مش هطول عليكم وهبعت لكم على يوم السبت او الاحد لينك
تمام، واللي معاه رقم تليفوني الشخصي لو بعت لي على الخاص ابعت له اللينك، وتبداوا تشتغلوا ونتقابل ان شاء الله ان شاء الله يوم الاربع اللي جاي في نفس الميعاد الساعه 10 ونص. انا اتشرفت بمعرفتكم، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب اكون وصلت معلومه ولو بسيطه. اشكركم جدا 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 شكرا جدا، لحضرتك يا مستر. ربنا يخليكم. ادخل بس دعاء، يبقى احنا هنا وقفنا عند ايه هي خطوات سلسلة التوريد. خلاص اتفقنا مع بعض ان خطوات سلسلة التوريد، بص انا اقول لكم كلمة ولما تيجوا تذاكروا هتفهموا معناها قوي، بتبدأ من المنبع وتنتهي بالمصب. فواحد يرد عليا هو ايه المنبع؟ اقول لك المورد. يبقى البداية واول خطوة عندي هو المورد اللي بيبدأ يديني المادة الخام، ثم المصنع يبقى الوظائف الداخلية، إن أنا ببدأ أشتري المواد الخام وأبدأ أشتغل عليها وأحولها لمنتج تم الصنع، ثم التوزيع إلى المرحلة النهائية لسلسلة التوريد اللي هو المصب، يعني مراكز الاستهلاك النهائية، يعني أبدأ أطلع المنتجات بتاعتي وأديها للعملاء. اخر جزئيه هناخدها النهارده، وده من الحاجات برضو اللي بتيجي في الامتحانات كتير جدا جدا، ايه هو هيكل سلسله التوريد؟ هيكل سلسله التوريد يا جماعه، اما بقول لك ايه الناس اللي بيتكون منها سلسله التوريد، الهيكل بتاع سلسله التوريد، هو سلسله التوريد بتتكون من مين؟ هتروح انت ترد عليا في ثلاثه اساسيين انت عمال تتكلم عليهم من اول القعده. رقم واحد المورد، رقم اتنين المنتج، تلاتة الموزع. هم اول واحد الموردون الاساسيين للمواد الخام، اتنين المنتجين، تلاتة الموزعين. يبقى انا عندي هم ثلاث اطراف، بعد كده تجار التجزئة، ما هو ده من ضمن الموزعين برضه، بعد كده العملاء. يا لهوي ده دول اهم حاجة، ده احنا عاملين الفيلم ده كله عشان خاطر العملاء. الاخيرة دي بقى قد تكون جديدة على حضرتك، مقدم الخدمات. أي شركة يا جماعة تيجي في النص كده وتقدم خدمة تساعد المورد، تساعد المصنع، تساعد الموزع، بنقول عليها مقدم خدمات. يعني أديك مثال، لو احنا تعاقدنا مع شركة نقل علشان تنقل البضاعة المواد الخام من عند المورد للمصنع، وبعد ما بنتج المنتج النهائي تنقل من عند المصنع لغاية الموزع، شركة النقل دي عملت خدمة ولا ما عملتش؟ عملت خدمة. ساهمت في شغل سلسلة التوريد ولا ما ساهمتش؟ اه ساهمت، يبقى تعتبر من ضمن مقدمي الخدمات. لو انا اتعاقدت مع شركة للتوظيف تجيب لي موظفين، تجيب لي عمال، تجيب لي، ساهمت ولا ما ساهمتش؟ ساهمت، تعتبر من مقدم الخدمات. يبقى اذا هيكل سلسلة التوريد مورد، منتج، موزع، تجار تجزئة، عملاء، مقدمو الخدمة. هنقف لغاية كده النهاردة، وان شاء الله ان شاء الله المرة اللي جاية هنبدأ ناخد أنواع التدفقات التي تتم في سلسلة التوريد. قبل ما أسيبكم عايز أديكم كده معلومة ما كنتش عايز أقولها في الأول إلا لما حضراتكم تتجمعوا كلها. الوحدة الأولى في المادة دي عايز أقول لك إن هي 150% من فهمك للمادة. لأن الألفاظ اللي هتاخدها في الوحدة الأولى هتلاقيها موجودة في الثانية، هتلاقيها موجودة في الثالثة. هتحس إن المصطلحات والكلمات في المادة دي بتتكرر. يعني تبادل المعلومات إحنا خدناها دلوقتي في الوحدة الأولى، وهناخدها تاني مرة واثنين وثلاثة وأربعة كمان، في أربع وحدات. فأنا عايزك تفهم الوحدة الأولى كويس، أنا مش مستعجل عليها.
لو خدناها على مرتين الحصه دي، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي في نفس التوقيت ناخد نكمل بقيه الوحده، يبقى هو ده الاساس اللي هنبني عليه الماده بتاعت سلسله التوريد. ان شاء الله بعد ما اسيب حضراتكم الجزء اللي احنا خدناه ده هرفع لكم PDF بتاعه على الترم الثامن بتاع الفيروز اكاديمي، وعلى الجروب بتاع اللينكات اللي احنا شغالين عليه. عايز حضرتك تقراه وتذاكره كويس. طبعا ما اعرفش انا، يعني انا يمكن بس هي دعاء اللي عارفها، ممكن طبعا اكون عارف معظم الناس بس انا ما بحفظش الاسامي سامحوني، انا بعرف بالشكل. انتوا عارفيني ما بحبش اشرح وبس. الحصه اللي جايه يبقى فيه اسئله. يعني قبل ما اخش كده واشرح بقيه الوحده هعمل لكم كده زي مراجعه بسيطه، وفي نفس الوقت احط اسئله. ما حدش جاوب عليا فيها يبقى انتوا انشغلتوا عني وكلتوا الكنافه والقطايف. دكتور، ممكن حضرتك تبعت لنا شكل مثلا أسئلة؟ بص ممكن يومين ثلاثة كده على يوم السبت ابعت لكم. تمام، يعني على ماشي. احنا خلي بالكم احنا ما عندناش جروب للمادة، انا هتعامل على جروبين الترم الثامن، وكمان الجروب واللينكات اللي عاملينه الجديد بتاع اللينكات هبعت لكم عليه دلوقتي بعد ما هخلص PDF. وممكن اسيبكم يومين كده ولا حاجة. وخلي بالكم انا دلوقتي هعمل لكم افكار جديدة بدأت انا اعملها مع طلبة التجارة العادية. ممكن اعمل لكم امتحان اونلاين. الامتحان ده تمام. هبعت لكم لينك على الجروبين. يعني مش هبعت لك اسئله كده وانت لا لا لا، هعمل لك لينك. اللينك ده حضرتك هتفتحه هتلاقي اسئله اختياري، هتجاوب على كل سؤال وفقا للي انت ذاكرته، وفي نهايه الامتحان هتعرف الدرجه بتاعتك. تمام. وطبعا انا بيجي لي ريبورت في الاخر على الميل بتاعي بكل الناس اللي دخلت والدرجات بتاعتهم. يعني كده كده انتم مفضوحين عندي، يعني ما حدش يخبي الدرجه او تخبوها مش هتفرق معايا، لان انا ببقى شايف كل واحد داخل وشايف كل واحد جاوب ايه وايه الاخطاء اللي وقع فيها. حلوه الفكره دي؟ تمام، جميلة جدا. طيب خلاص هو ممكن المادة يعني دي فيها عملي؟ لا فيهاش كلمه عملي الحمد لله كلها نظري. الحمد لله. طيب ماشي، تمام. بما ان ما فيش غير دعاء بس اللي بتتفاعل معايا، في حد من الاساتذه اللي معانا التانيين عنده اي استفسار او مش موافق على اللي انا قلته او اي حاجه او بتاع؟ يا لهوي ده انا وقعت في صحراء.